بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة إن عبد العزيز الصابي عبد العزيز عبد الملك الجاشني ما اسمه ابو بكر ابن ابي شيبه انس عبد الله بن محمد له اخوان عثمان والقاسم ابو بكر هذا هو ارجحهم وله كتاب فما اسم كتابه؟ عبد الملك المصنف كتاب الكبير العمده في الآثار أبو بكر بن أبي شيبه عبسي أبو بكر بن أبي شيبه عبسي نبيل العبسيون كوفيون إذا قرأت العبسي فاعلم أنه كوفي والعيشيون بصريون والعنسيون شاميون الله الغالب وإلا انس قبيله كبرى في اليمن هذه القبيله ينسب اليها صحابي فمن هو هذا الصحابي علي الصرمي عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن ابيه قال: حدثنا علي بن مسهر الكوفي القاضي، أين تولى القضاء؟ خليل في الموصل، وله أخ قاضي أيضا، فما اسم أخيه؟ الاستاذ خالد عبد الرحمن ايهما المغفل الذي هو هذا عبد الرحمن قصه في السير جميله هذا امام علي بن مسهر امام وتولى القضاء واما اخوه عبد الرحمن القاضي جبل جبل هذه بلده حدث امر وهو انه تكلم مع اهل جبل علم بخروج الوالي فطلب منهم ان يخرجوا اليه وان يثنوا عليه على القاضي فأبوا فما كان منه إلا أن لبس أحسن الثياب وسرح لحيته وخرج إلى القاضي قبل وصوله إلى البلد فصار يثني على القاضي القاضي يثني على القاضي بأن هذا رجل عادل وعدل في القضية يعني أثنى على نفسه كان في الوفد يحيى ابن أكتم فضحك يحيى ابن أكتم حتى سقط فتعجب الخليفة منه ما لك؟ قال الذي يثني على القاضي هو القاضي فعزله القاضي القاضي عزله يعني ومن تزيّى بغير ما هو فيه وضحته شواهد الامتحان. حا وحدثنا ابن المثنى محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي، أبو موسى العنزي، أين توجد هذه القبيلة؟ قبيلة عنزة أو الربيع نعم في اليمن في اليمن لكن يذكرون عنه وربما كان على سبيل المداعبة أنه قال لنا فخر صلى إلينا النبي النبي صلى الى عنزه صلى الى عنزه والعنزه عصا في راسها حديده تغرز فقال صلى الينا اي الى قبيله عنزه اذا كان في المدينه هل هذا ممكن؟ ممكن لان قبله اهل, أهل المدينة إلى جهة اليمن هي إلى الكعبة لكن جهة الجنوب لكن هذا غير صحيح وربما كما سمعنا هذا من التبسط وربما المداعبة انظروا إلى قصة هذا القاضي قال أخو قاضي جبل وجبل قال هنا بلدة بين النعمانية وواسط في الجانب الشرقي في العراق هو كانوا في العراق الموصل قال ذاك المغفل القاضي المغفل هو هذا الذي بلغه أن المأمون قادم على ناحية جبل فكلم أهل جبل ليثنوا عليه عند الماموم فوجد منهم فتورا واخلفوه الموعد فلبس ثيابه وسرح لحيته ووقف على جانب دجله فلما حاذاه المامون سلم بالخلافه وقال يا امير المؤمنين نحن في عافية وعدل بقاضينا ابن مسهر. فغلب الضحك على يحيى, بن أكت... على يحيى بن أكثم، فعجب منه المأمون وقال: ما بك؟ يعني ضحك هكذا مباشرة. قال: يا أمير المؤمنين، إن الذي يبالغ في الثناء على قاضي جبل هو القاضي. فضحك المأمون كثيرا ثم قال ليحيى: اعزل هذا فإنه أحمق. فأما علي هذا فكان من مشائخ الإسلام أخوه أبو الحسن علي بن مسهر. قال حدثنا يحيى وهو القطان يحيى بن سعيد القطان إمام من أئمة الحديث. جميعا عن عبيد الله وعبيد الله العمري مصغر في اسمه مكبر في روايته مصغر في اسمه مكبر في روايته واخوه عبد الله العمري على العكس مكبر في اسمه عبد الله مصغر في الرواية فهذا إمام وأخوه ضعيف ننظر في ترجمة عبد الله العمري في التقريب ها وحدثنا ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير همداني المحدثون اليمنيون كثيرون جدا ولو نظرت الى غالب محدث الكوفه والبصره من اليمن هكذا نزلوا الكوفه او البصره تجد ايضا جمله وافره انتشرت هنا وهناك ولهذا تجد الالقاب اليمنيه باسم القبائل يعني مثلا آه المذحجي هكذا ضبطها المذحجي وهكذا يعني آه الهمداني والوادعي وأيضا الأشعري والحميري و السكسكي الشعبي من شعب همدان والخولاني ظن ذكرت نعم محمود يعني خولان هذه أسماء أغلبها أسماء رجال وهكذا الذماري يعني اسم رجل يريم اسم رجل المعافري رجل السحولي رجل وهكذا، الأزدي يعني كثير جدا، ولو نظرت إلى الأنساب للسمعاني لرأيت نسبًا كثيرة من أهل اليمن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ليس هذا من باب التعصب ولكن من باب أن يذكر الفضل لأهله، ولا شك هناك علماء كثيرون من أهل الحجاز ومن أهل الحرمين ومن أهل العراق والشام ومصر وأفريقيا والمغرب الحمد لله حملة الإسلام كثيرون كثرهم الله قال واللفظ له قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير يروي عنه ولده يروي عنه نعم يروي عن أبيه الولد محمد ابن عبد الله بن نمير كوفي قال واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عبيد الله العمري طيب هذا اخوه عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب ابو عبد الرحمن العمري المدني ضعيف عابد ولهذا ذكروا عن الامام مالك رحمه الله انه اغتر بعبادته فوثقه قل لو نظرت اليه والى عبادته ولحيته وبكائه لعلمت انه ثقه العباده شيء والضبط شيء اخر الضبط شيء اخر طيب هذا اخوه عبيد الله قال الحافظ عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري المدني أبو عثمان ثقة ثبت ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها أخوان أحدهما نعم ثقة حافظ والآخر نعم ضعيف عابد. <applause> عن نافع نافع مولى عبد الله بن عمر وهو نافع كاسمه أن ابن عمر أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم الذين يصنعون الصناعه سواء كانت عن طريق النحت والرسم أو عن طريق التصوير. فالحذر، الحذر من هذه الصور التي غزت المسلمين. الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أحيوا ما خلقتم. هذا عذاب شديد. وقد استدل من استدل من أهل العلم على أن التصوير كبيرة بهذا الحديث وأمثاله، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يقال لهم أحيوا ما خلقتم والأدلة كثيرة جدا، الأدلة كثيرة جدا، لا يستدل بفعل الناس كبعض العلماء والمشايخ الذين يظهرون على الشاشات، العبرة بالدليل عالم يعني له اجتهاده وربما يرى أن هذا من باب النفع ولو سألته لقال لك الصور حرام الصور حرام سماحة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز ابن باز رحمه الله له رسالة سماها الجواب المفيد في حكم التصوير أو بهذا المعنى يرى التصوير، وهكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طيفته واللجنة في أحكام التصوير لننظر، الشيخ ابن عثيمين ذكرت لكم وقرأنا هذا في شرحه على رياض الصالحين أنه كان له رأي ثم تراجع عنه ولما ذهب الى المدينه من اجل ان يلقي محاضره فجاء وقد نصبت هذه الكاميرات ووجهت اليه فنزل ونكسها وقال لا اجيز التصوير ومن صورني فانا خصم او حجيجه يوم القيامه العلامه الالباني رحمه الله له كلام في اداب الزفاف كلام متين ورصين حول التصوير العلامه الوادع له رساله سماها حكم تصوير ذوات الارواح والف في هذا الباب رسالة ماجستير التصوير وأحكامه رسالة جيدة ضخمة يعني مثل هذا الكتاب واجتهد صاحب هذه الرسالة جزاه الله خيرا ونصح لنفسه وللمسلمين قال صار أن التصوير حرام الأدلة الكثيرة التي تدل على التحريم طيب هنا الذين يصنعون هذه الصور اذا اتى الاتي يوم القيامه وعنده مئات الصور صورها نعم سواء كان بالتصوير الفوتوغرافي هذا الذين يسمونه الفوتوغرافي او كان بيده تحيط به تعذبه قالوا له احيها ويؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة النبي قال يعذبون يقال لهم احيوا أيها المصورون ما خلقتم احيوا ما خلقتم ويخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما ولسان ينطق ويقول: وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبالمصورين الثالث من؟ من جعل مع الله إلهًا آخر حديث صحيح هنا في فتاوى اللجنة في المجلد الاول التصوير السؤال ما حكم تصوير الصور الشمسيه للحاجه او للزينه الجواب تصوير الاحياء محرم الا اذا دعت اليه الضروره كالتصوير من اجل التابعيه وجواز السفر و وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو ذلك طيب وهكذا هذه الفتوى المنية وديان وعفيفي فتوى بعدها لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهنا يعني كلام طويل هنا اللجنه تقول الذي يظهر للجنه ان تصوير ذوات الارواح لا يجوز للادله الثابته في ذلك عن رسول الله وهذه الأدلة عامة في من اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها، أو لمن لم يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشا بيده، أو عكسا بالاستديو أو غيرها من الآلات. نعم، إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر، وتصوير المجرمين لضبطهم فلا حرج كالفتوى الأولى. ومن أراد فليرجع إلى المجلد الأول في أواخره حول فتاوى التصوير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع أبو الربيع الزهراني الزهراني <applause> سليمان بن داوود العتكي وأبو كامل وهو الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد طيب من هو حماد من من هو حماد خليل؟ حماد حماد بن أسامة هكذا في البرنامج بن زيد، حماد بن زيد حاء طيب إذا قرأت في مسلم ح فما معنى حاء؟ ما معنى حاء؟ ابو يحيى تحويل السند او هذا هو المشهور لكن بقي بقي حديث اخر بقي حديث ربما يرمز للصحيح او للحسن ذكر ذلك حبذا لو تعاد فائده من فتح المغيث للامام السخاوي رحمه الله الذي لا يعرف الاصطلاحات ربما يصحف وهو لا يدري بعض الاخوه حدثنا ان رجلا قرا رواه الترمذي وماذا قال رواه الترمذي وحسنه هي رواه الترمذي وحسنه لكن هو لا يعرف قال رواه الترمذي وحسنه فقال له بعض الحاضرين وحسنه من هي قال هي زوجة الترمذي يعني رواه الترمذي وروته زوجته واسمها حسنه لا انا ما هو سيء ولهذا الذي يأخذ الأربعين النووية ولم يدرس لم يدرس شيئا من المصطلح رواه الترمذي وقال حديث حسن لا يدري ولا يعرف ما معنى الترمذي ولا من هو الترمذي فمجالس العلم مجالس خير ها وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي صاحب كتاب العلم قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم او مقسم المشهور بابن علي امام كان عبد الله بن المبارك ينفق على خمسه من التلاميذ هذا احدهم فمن هم من هم الخمسه او التلاميذ الذين كان ينفق عليهم عبد الله بن المبارك وصاروا من ائمه الاسلام من يقول ابو عبد الله وهذا ابن علي اسماعيل ابن علي لكن السفيانان ثوري بن عيينة والحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهذا ابن علي وينظر هل بقي أحد فكان ينفق عليهم كان تاجرا وهم يتفرغون لطلب العلم فرجع مره وقد صار اسماعيل قاضيا فتركه وشانه لكنه لم يعطه ما كان يعطى فلما لم يعطه كتب اسماعيل اليه لما منعت عنا نوالك العطاء فقال عبد الله بن المبارك ابا الرجل الا ان نقشر له العصا فكتب ابياتا يقول فيها ابيات جميله من يحفظها من يحفظها ابن ناجي انا سأبلغ يا جاعل العلم له بازيا تصطاد اموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيله تذهب بالدين فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين اين روايتك في سردها في ترك ابواب السلاطين اين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين ان قلت اكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين لا تبع الدين بالدنيا كما يصنع عباد الرهابين ذهب يقول مشهورة وبعضهم يضعفها لكن أبيات جميلة نعم تنسب <applause> إلى عبد الله بن المبارك فلما قرأها بكى أثرت عليه وبكى وأتى إلى الوالي وقال له ارحم شيبتي قال لعل المجنون اثر عليك قال ارحم شيبتي فعفى عنه ورجع وعادت الامور الى مجاريها كما يقال هذا هو اسماعيل ابن علي وكان يغضب اذا قيل له ابن علي لكن لقب نعم يعني اشتهر به فما المخرج؟ نعم اشتهر به ولا بأس بالنسبة إلى الأم بلال بن بلال بن رباح ينسب إلى أمه فيقال بلال أبو شيبان بلال يقال بلال جميل لا بلال من حمامة وعمار يقال عمار بن ناجي بن سمية وشيخ الإسلام ابن تيمية وإسماعيل ابن علي وعبد الله ابن بحينا وعدد عدد يعني من ذلك وقد ذكر هذا أهل العلم ها وحدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر جبر أعد لو قلتها محمد يحيى العدني ما عرفه أحد لا بد من التبني هذه حذفت من قريب فلان ابن فلان وكان الشيخ يقول ربما بعض الاسماء يشكل عليك اهو رجل ام امراه هكذا طيب مثل ماذا مثل تيسير اذا وجد ابن او بنت عرفت واذا لم يوجد ما تدري ما تقول حفظه الله حفظها الله رحمه الله رحمه وهكذا فالتبني نعم هو محمد ابن يحيى العدني صاحب المسند الا انه نزل مكه قال حدثنا الثقفي من هو الثقفي عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي كلهم عن ايوب ايوب ابن ابي تميمه السختياني أبو بكر واسم أبيه كيسان عن نافع عن ابن عمر ابن عمر عبد الله الصحابي ابن الصحابي العالم الزاهد من المكثرين بل من أصحاب الألوف هو من أصحاب الألوف قم يا أصحابي ابن عمر من اصحاب الالوف فقد حمل على الف على الف ما عندك ها؟ انت نائم لا تسقط على ابي عبد الله طيب اجلس هو من اصحاب الالوف طيب من يجيب من يجيب أريد صغيرا قم قم حمل على ألف فرس اعتمر كم كم اعتمر عمره فصوتك اعتمر كم ماذا قال كم أنا لا أسألك عن عمره، كم اعتمر؟ ذهب إلى البيت وطاف وسعى قوم الزوم ألف عمرة؟ طيب كم حج؟ ما هي ألف؟ لماذا؟ طيب، صحيح، يعني نحو ستة وثلاثين حجة وروى عن النبي كم اجلس كم روى حديثا عن النبي روى ألفين وستمائة وثلاثين حديثا عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبيل كم حديثا قرانا في البخاري قرانا في البخاري حديثا واحدا طيب ما هو الحديث مثلي مثلي ومثلكم كمثل رجل اتى قوما فقال ابصرت الجيش بعيني انا النذير العريان الحديث عن من عن ابي موسى ومن رواه عن ابي موسى صحيح ابو برده ومن رواه عن ابي برده بريد وعن بريد حماد بن سلمه وعن حماد <ه>؟ هو هو انت قلت <أقول> حماد حماد بن اسامه وعنه من <مم> وعنه وعنه صحيح الرواه عن الامام البخاري رحمه الله طيب، كم حديثا قرأنا في مسلم؟ عن من؟ عن ابن عمر ورواه عن ابن عمر وعن نافع عبيد الله ثم انتشر فما هو الحديث؟ نعم الذين يصنعون هذه التصاور يعذبون يوم القيامه قالوا لهم احيوا